السلام عليكم. كامل تجهيز جديد ما شاء الله. دكتور ولاء فوتي ان شاء الله وجودك جميل ان شاء الله. الله يرحمه توفيق ان شاء الله. السلام عليكم دكتور. طبعا نجمع كل ادوات اللي تحتاجها للتصاعيد. عندنا عندي 6 تصاعيد. اليوم فرحه كبيره في صباح هذا اليوم في افتتاح هذه الصالات المتميزة الموجودة في مستشفى الموصل العام في وادي الحجر. إن دل هذا الشيء دل على حرص الإدارة المستشفى والتعاون ما بين الأطباء والكوادرها الموجودة المتميزة صراحة في تطوير الخدمة الطبية والصحية لأهلنا في الموصل. اليوم تم افتتاح 7 صالات جراحة عامة، صالات فعلا رائعة متكاملة متوفر فيها كافة المتطلبات والأجهزة اللازمة، إضافة إلى 2 صالة للنسائية. صراحة هذا شيء دليل على بأنه هناك إرادة ثابتة من قبل منتسبي المستشفى الموصل العام في تطوير هذه الخدمات لأهلنا في الموصل. شكرنا الجزير إلى معالي السيد وزير الدكتور صالح الحسناوي والسيد المحافظ وكل من ساهم في تقديم الخدمة لهذه المستشفى. كذلك الشكر المباشر إلى إدارة هذه المستشفى من مديرها إلى أصغر منتسب في هذه المستشفى. إن شاء الله القادم نحو الأحسن باتجاه تطوير كافة مؤسساتنا الحكومية لغرض إنجاز ما يمكن إنجازه من مفاخر علمية وتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لأهلنا في نينوى. شرفنا اليوم الدكتور حسن واثق العنزي مدير عام دائرة صحة نينوى بافتتاح هذه الصالات، صالات العمليات الكبرى وكذلك صالات النسائية، ونحن نعاهد سيادته إن شاء الله والمسؤولين في صحة نينوى وكذلك في وزارة الصحة بأن تكون مستشفى الموصل العام سند لهذه المحافظة ولأبنائها، وإن شاء الله نسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية لمواطننا الموصلي الكريم وفي عموم محافظة نينوى.